كبسة، أحب الكبسة. طريقة مبتكرة، لازم أستخدم اثنين من المكونات المذكورة. مع جبنة فريكو، خليني أخذ المانجو وممكن دبسة التمر. أنا اسمي وفاء الخالدي. اسمي ياسمين دخيل من السعودية. على كثر ما أشوف إنستغرام سناب شات أشوف الحريم مش قد يحطون جبنة، فصار عندي الفضول إني أسوي نفسهم. أنا عن نفسي في البيت ما أستخدم غير الناتشورال تشيز. يلا وياي، كبسة وايد حلوة. وخلص الابتكار الحلو، وصوتوا لي لو جربتوها وعجبتكم.